هنا في مطار العريش المصري حطت هذه الطائرة، وهي الطائرة الثالثة من المساعدات القطرية التي تحط في مطار العريش، ويجرى الآن تفريغ حمولتها. هذه هي الطائرة الثالثة، وفي الجو الآن طائرة رابعة من المساعدات التي يسيرها الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية. تزن هذه الشحنة أكثر من 86 طنا من المساعدات، ومن بينها مساعدات غذائية ومواد وأجهزة طبية. للمزيد عن هذه الشحنة وما بها من مساعدات ينضم إلينا سيد يوسف أحمد الملا، باحث المساعدات الإنسانية في صندوق قطر للتنمية. أهلا ومرحبا بك معنا. ما محتوى هذه الشحنة الجديدة وكيف تتعاملون مع هذا الجسر؟ أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ أمير بن حمد آل ثاني أمير البلاد، هذه ثالث طائرة تصل محملة بالمساعدات الطبية والغذائية لصالح إخواننا في غزة. دخولها إن شاء الله راح يكون عن طريق مصر. تم تقديمها من قبل صندوق قطر للتنمية. احتوت أول طيارتين على مساعدات بقيمة 37 طن، أما مساعدات اليوم إن شاء الله طائرتين بعد هذه الثالثة، وفي طائرة قادمة راح تكون الحمولة 86 طن بالإضافة إلى 37 اللي كانت قادمة على هذه الأمور. المساعدات الطبية احتوت على أجهزة متحركة وأجهزة طبية وأجهزة استهلاكية، منها الكراسي المتحركة لخدمة الجرحى والمتضررين، وأيضا المواد الغذائية في منها طحين ومواد أخرى للوضع الإنساني في غزة إن شاء الله. ما المدى الزمني لهذا الجسر الجوي؟ صراحة المساعدات مستمرة خلال الأيام القادمة، وأيضا سيتم التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لصالح التدخلات الداخلية. أيضا عندنا شركائنا الهلال الأحمر وقطر الخيرية. الهلال الأحمر متواجدين هنا يعطيهم العافية، الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر المصري متواجدين في المطار معانا، وأيضا راح يتم التنسيق مع الشركاء المحليين مثل قطر الخيرية وغيرهم. وعندنا شركاء داخليين في غزة مثل الأونروا، شريك استراتيجي لنا على مدى بعيد، هو شغالين معاه من سنين طويلة وشغالين على أشياء داخلية إلى أن يهدأ الوضع شوي. شكرك سيد يوسف أحمد الملا، باحث المساعدات الإنسانية في صندوق قطر للتنمية، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، يستمر تفريغ حمولة هذه الطائرة الثالثة، نحن في انتظار طائرة رابعة. يقول العاملون هنا أن هذه هي الطائرة الأضخم للمساعدات التي وصلت حتى الآن إلى مطار العريش، لكن يعمل القائمون على مسألة المساعدات هنا أن يستمر وصول المساعدات للتخفيف عن أهالي القطاع المحاصر والواقع تحت العدوان منذ 7 أكتوبر الجاري. من مطار العريش في مصر، أحمد خير الدين، التلفزيون العربي.